السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله بإذن الله هعمل وصفة حلوة جدا واغلبنا بيحبها، وهي وصفة مصرية اصيلة جدا جدا جدا، وهو الحواوشي. هنعمل ان شاء الله النهاردة بإذن الله الحواوشي بطعم حلو جدا ولحمة احنا ضامنينها في بيتنا، فبتكون احسن لينا ولولادنا اكيد. فتعالوا بينا نبدأ المقادير، بس قبل ما نبدأ مقاديرنا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدوسوا على زر السبسكرايب او الاشتراك لو اول مرة تزوروني، وكمان تعملوا لايك للفيديو. هستنى رأيكم اللي بيهمني جدا جدا في الكومنت، تعملوا شير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. تعالوا بينا نبدأ وصفتنا ونبدأ مقاديرنا ونشوف هنعمل ايه. اول حاجه معايا في المقادير، وده المكون الرئيسي معايا، وهو اللحمه المفرومه. انا جايبه هنا نص كيلو من اللحمه المفرومه اللي فيها دهن بالشكل ده، زي ما انتم شايفين كده فيها دهون. معايا معاليها بصلايه كبيره مفرومه بالشكل ده، وتكون مفرومه احسن كويس جدا بميتها بكل حاجه. يعني انا فرمتها في الكبه وحطيتها في الطبق كده، ما عصرتهاش ولا اي حاجه، بميتها. ومعايا واحدة فلفل رومي برضو انا فرموها في الكبة بالشكل ده، ولو احنا حابينه سبايسي هنحط معايا الفلفل الرومي دوت فلفل اللي هو الحراق اللي هو السبايسي. ومعايا هنا للبهارات اللي هستخدمها، معايا 7 بهارات، وممكن ان انا استخدم بهارات اللحمة. ومعايا نص معلقة صغيرة من القرفة، نص معلقة صغيرة من الجنزبيل او الزنجبيل، ونص معلقة يعني او معلقة الا ربع صغيرة من البابريكا. ومعايا طبعا ملح وفلفل والعيش بتاعنا الجميل اللي بالردة. تمام، طبعا على حسب الكمية انا هحشي العيش. ومعايا هنا علشان ادهن بيه العيش معلقة كبيرة من السمنة وعليها معلقة من الزبدة. تعالوا بينا نبدأ ونشوف هنعمل ايه بالظبط. اول حاجة معايا بجيب اللحمة بالشكل دوت وبنزل عليها بالبصلة، وبحط عليها برضو الفلفل الرومي، وبحط عليها كل البهارات بتاعتي. شايفين الاكلة دي حلوة جدا وسهلة ولذيذة وطعمها جميل جدا. وبعدين كمان بحط الملح، معلقة صغيرة من الملح، وبحط عليها برضو معلقة صغيرة من الفلفل الاسود. ولو بحب استخدم الفلفل الابيض مفيش مشكله. هعمل ايه بقى؟ هبدا ادعكها اللحمه كويس جدا جدا. لازم كلها تكون واخده من طعم البهارات بتاعتي، تكون واخده من الريحه علشان تديني الطعم الحلو اللي احنا بناكله بره. اهو شايفين بالشكل ده كده. انا فضلت ادعك في اللحمه كويس جدا جدا واعجن فيها لحد ما بقت معايا بالشكل ده. شايفين عامله ازاي؟ عامله كده، شايفين اهو بقت بالشكل ده. بعد كده بجيب العيش بتاعي وببدا ان انا احشي فيه اللحمه دي. شايفين انا اهو جبت العيش البلدي بتاعنا كده اهو زي ما هو كده، وبفتحه بالشكل ده. لو انا عندي اطفال هعمل ايه؟ ممكن اقسمه اعمله اربع زي ما انا عايزه. انا هعمل مثلا منهم شوية عيش يعني رغيف كامل وشوية اربع، علشان برضو عندي ابني يقدر ياكل بسهولة جدا. فهعمل ايه؟ شايفين انا قصيته بالمقص كده من هنا وفتحته بالشكل ده كده. بعد كده هبدأ اجيب اللحمة بتاعتي، الحشوة على حسب ما احنا عايزين نحشي زي ما احنا عايزين. اهو ببدأ شايفين ادوس عليه بالشكل ده، انا هوريكم كده اهو. شايفين اهو ببدأ كده ادوس على اللحمة بالشكل ده اهو. شايفين ازاي؟ اهو اهو، حاول اقرب لكم عشان تبقوا شايفين الدنيا كويس جدا. ببدأ افردها بالشكل دوت جوه العيش. اللحمة نية تمام، عشان في ناس بتعمل الحواوشي باللحمة المستوية. لا انا بعمل او اللحمة المعصجة، انا بعمله باللحمة النية اهو. شايفين بالشكل ده كده معايا اهو، شايفين عاملة ازاي؟ اهو حاول اقرب لكم شوية كمان اهو. شايفين اهو بالشكل ده بالظبط كده. ابدأ بس اظبطه معايا كويس دوت اهو. بعد ما انا حشيته انا بس حابة اوريه لكم من جوه عامل ازاي اهو.
ابعد شويه بس عشان تشوفوا الشكل بالظبط اهو، شكله عامل بالشكل دوت. انا هخلص كل العيش اللي معايا وهحشيه بالشكل دوت وهرجع لكم اقول لكم هنعمل ايه بالظبط. انا بعد ما خلصت اهو كل الحواوشي معايا، وزي ما قلت لكم عملت كمان اربع، هو بيتقدم في محلات كتير جدا اربع بالشكل دوت، وفي محلات بتبيعوا رغيف على حسب يعني. فانا عملت برضو شويه قربة عشان اوريكم الشكل، وفي نفس الوقت برضو لو عندكم اطفال او حاجه بيبقى بالنسبه لهم اسهل كتير ان هم ياكلوه قربة بالشكل ده. طيب انا هسويه ازاي؟ انا هبدا ان انا الاول اجيب ورق زبده. طبعا في ناس بتستخدم الورق الفويل، بس الورق الفويل مش صحي تماما تماما مع على الاكل، يعني مش الصح ان انا استخدم ورق فويل على الاكل دايركت على طول، يعني ان انا مباشرة احط الفويل على الاكل دوت غير صحي تماما تماما. فالاحسن معايا ان انا استخدم ورق زبدة، او ممكن في ناس بتحطه على طول على الصاج على طول في الفرن، بس دوت يعني ممكن ينشف العيش من بره قوي. فلو انت حابه العيش يكون مقرمش بس مش ناشف قوي، فهنعمل الحركه اللي انا بقول لكم عليها دي. انا بقى هستخدم دلوقتي، شايفين معلقه السمنه اللي معاها الزيت، هقلبهم كويس مع بعض بالشكل ده كده. بعد كده هبدا ادهن كده الفرشه بتاعتي بالزبده او بالسمنه مع الزيت، وهبدا ان انا ادهن وش الساندوتش. شايفين بالشكل ده كده وش وظهر، يعني ما اعتمدش ان ده ورق زبده، لا وش وظهر هعمله كده بالشكل ده. وبعد كده هسويه على الشبكه اللي في البوتاجاز. تمام اهو، امشي معاكم خطوه بخطوه. الاول هندهن الساندوتش بالشكل ده، هقلبه برده الناحيه الثانيه، وهدهن وشه وظهره، يعني هدهن الاثنين، هدهن وشه وهدهن ظهره، وهوريكم هنقفله ازاي بحيث ان هو يبقى معايا مظبوط اهو. شايفين انا بحب احط الزيت لانه بيدي لمعه حلوه جدا جدا في الساندوتش، وبيديه كمان قرمشه، فبحب اضيفه، والسمنه طبعا بتدي الطعم. فاهو شايفين بالشكل ده، شكل سهل جدا وبسيط. هعمل ايه؟ هبدا ان انا اجيب احط الساندوتش في النص كده، وابدا ان انا اجيب الجزء ده كده، شايفين اهو، والجزء دوت الناحيه الثانيه كده، وابدا ان انا اقفل على الساندوتش كويس جدا. لو لقيت الورقه صغيره احاول ان انا اغيرها واجيب ورقه كبيره، لازم الورقه العيش يكون مقفول. ولما باجي احط الساندوتش في الفرن اهو، شايفين بالشكل ده كده، لما باجي بحط الساندوتش في الفرن بحطه بالشكل ده اهو، وببدا احطهم ارصهم كلهم جنب بعض، وفي الاخر بحطهم على الشبكه على درجه حراره 220، الفرن يكون سخن، وبحطهم على الشبكه، الشبكه تكون في الرف اللي في النص، بيتحطوا بالظبط، بحطه لمده ربع ساعه على الوش الاولاني اللي هو الوش ده. خلاص بتكون الورقه تحت، في الاول بتكون الورقه تحت، يبقى انا هحطه الاول ربع ساعة على الوش دوت، وبعد كده بعدها بربع ساعة كمان بياخد تقريبا بقى المرة اللي بعدها 10 دقايق، ببدأ اقلبه على الناحية دي، ببدأ افتح الفرن واقلبه على الناحية التانية علشان يتحمص على الوشين بتوعي. خلاص يبقى الموضوع سهل جدا وبسيط اهو. اول حاجة بحطه على الشبكة، الشبكة تكون في الجزء اللي في النص، بحطه ربع ساعة على الوش الاولاني، وبعد كده 10 دقايق على الظهر. تمام، وبيقعد بالظبط زي ما قلت لكم ربع ساعه و10 دقائق، يعني ربع ساعه الاول وبعد كده 10 دقائق. انا هخلصهم كلهم واحطهم في الفرن، لازم يكون سخن على درجه حراره 220 باذن الله. اول ما يخرجوا هوريكم شكلهم عامل ازاي، وهوريكم ازاي هتكون مقرمشه، الساندوتش مقرمش وطعمه تحفه ان شاء الله. هوريكم شكله اول ما يخرج من الفرن اهو. انا قبل ما احطه بس في الفرن قلت اوريكم عامله ايه، حاطه الشبكه اهو في نص الفرن بالشكل دوت، ورصيتهم اهو بالشكل ده. تمام، هدخلهم بقى ان شاء الله زي ما قلت لكم، واول ما يخرجوا هوريكم شكلهم على طول. دوت اهو شكل الحواوشي بعد ما طلع، مش قادره اقول لكم ريحته عامله ازاي، ريحته حلوه جدا جدا جدا. انا بس حابه اوريكم كمان شكله من جوه، حاول افتح واحد كده اهو، شايفين شايفين الشكل عامل ازاي، ريحته تحفه 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 جدا جدا. ولسه اهو شايفين بيطلع دخين، لسه مطلعاه حالا حالا اهو، وظهره شكله عامل كده اهو، اهو شايفين مديه بالظبط نفس الشكل اللي احنا بناكله بره. وصفه الحواوشي سهله جدا جدا وسريعه زي ما انتم شفتوا، ما بتاخدش وقت خالص مني،
جربوا الحواوشي ان شاء الله بالطريقه دي، وباذن الله مش هتجيبوه تاني ابدا ابدا من بره. احلى حاجه فيه ان احنا ضامنين اللحمه اللي احنا حاطينها فيه وبتوابلنا وبهاراتنا، ان شاء الله باذن الله نعمل زي اكل بره بالظبط واحلى. وان شاء الله باذن الله اشوفكم في وصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بس ما تنسوش تدوسوا لايك للفيديو، كمان تعملوا شير، وكمان هستنى ارائكم في الكومنت. ولو اول مره تزوروني اشتركوا في القناه ودوسوا على زر السبسكرايب او الاشتراك. اشوفكم في وصفه جديده وان شاء الله باذن الله على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.